شهدينا في نهضة شاملة تشهدها قطاعات الدولة الاقتصادية منذ بدء هذا العام وإجراءات الإصلاح الاقتصادي. خلونا نتابع المزيد عن هذه النهضة وتأثيرها أيضا على القطاعات المختلفة. أنتقل لمزيد من التفاصيل مع الزميلة إيمان الحويزي. إليك إيمان. إذن نهضة شاملة بتشهدها قطاعات الدولة خصوصا الاقتصادية مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي زي ما دينا قالت، شملت جميع الملفات وكان بهدف تحقيق التنمية المستدامة. المزيد عن هذا النمو الاقتصادي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي في هذا التقرير. يكمل الاقتصاد المصري مسيرته الواضحة بأهدافه المحددة التي تنفذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية. ويصف خبراء الاقتصاد عام 2018 بأنه عام بداية جني ثمار هذا الإصلاح. شهدت معدلات النمو في البلاد خلال العام الماضي طفرة غير مسبوقة، فارتفعت من 4.2% إلى 5.3%، وتراجعت معدلات البطالة إلى 9.9% بعد أن سجلت في الربع الأول من العام الماضي 12%. كما انخفضت معدلات التضخم الأساسية وفقا لمؤشرات البنك المركزي على المستوى السنوي إلى 7.94%. وبدأ قطاع السياحة في الاستفاقة وتحقيق مؤشرات جيدة مقارنة بالسنوات الماضية، فشهدت مصر ارتفاع إيرادات السياحة من 4.4% إلى 9.8%، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج من 21% إلى 26%. كما زادت عائدات قناة السويس من 4.9% إلى 5.7%. معدل التضخم تراجع إلى حد كبير، عندك خلال الفترة اللي فاتت في استقرار واضح في أسعار الصرف، عندك زيادة في معدلات النمو، عندك تراجع في معدلات البطالة، عندك زيادة في معدلات التنمية، عندك ارتفاع في معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة، عندك النهاردة إمكانيات بدأت تظهر بشكل واضح، بدأت عندك مبادرات تكون مرتفعة خلال الفترة اللي فاتت في عمليات التنفيذ، عندك النهاردة نوع من أنواع التناغم، بنية تشريعية قانونية جيدة، تحسن في مؤشرات أداء الأعمال العالمية، وضوح في الرؤية الاقتصادية بشكل كبير، وأتصور إن دي كلها أمور بتصب حاليا في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل واضح. عملية التعديل الاقتصادي والتغييرات اللي حصلت في سعر الصرف، ودي كانت من الحاجات الكويسة، من ضمن الحاجات اللي اتعملت لما شوية قفلنا المحبس شوية عن موضوع الاستيراد وتفضيل المنتج المصري، برضو يعني قامت بدورها كويس. هذه المؤشرات ليست وفق البيانات الرسمية فقط، بل تحظى أيضا بإشادات دولية من المؤسسات العالمية بالتزام الحكومة خلال العامين الماضيين بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مواجهة جذرية للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، والذي أتى بنتائج سريعة لا سيما في قطاع البترول والطاقة. وتحولت مصر من مستورد للغاز الطبيعي إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وأيضا في مجال الكهرباء حيث تحول العجز إلى مرحلة تصدير الفوائض في الكهرباء للدول الشقيقة عبر شبكة الربط مع السودان والسعودية والأردن. ووصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2017-2018 ما قيمته 7.7 مليار دولار أمريكي. حتى الإيجابيات موثقة بشهادة مؤسسات تمويل عالمية وهيئات لها مصداقيتها واحترامها زي البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، مؤسسات التقييم العالمية. الحمد لله يعني رصد الكلام ده كله بما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار، بما يتعلق بحالة التضخم اللي بدأت تتم السيطرة عليها بشكل واضح. احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 41 مليار دولار، وهو معدل غير مسبوق. صاحبه أيضا دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشاريع ريادة الأعمال وتقديم تسهيلات متعددة وإعفاءات ضريبية. ويتزامن كل هذا مع مرحلة عملاقة من المشروعات القومية في الإسكان والطرق والبنى التحتية والمدن الجديدة والصناعية، تجاوزت بحسب مجلس الوزراء 8000 مشروع.